عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. وقفنا المرة اللي فاتت على إن إحنا عملنا دابليكيت وظبطنا الخلفية وكده، طب ينفع إن إحنا نعمل قصة ما بين الاتنين دول؟ إيه رأيكم نعمل قصة بسيطة كده ما بين الاتنين؟ تعالوا كده هنحذف الكائنات دي كده، أدي نحذف هنا الأوامر، تعالوا هنا كده، هاجي هنا عند الكات بتاعتي مثلا، هنبدأ بالكات، هيجي نقول أول حاجة بلاش هناخد الأمر اللي اسمه سينك. سينك ده يعني بفكر، هنفترض ان ده اسمه مثلا تيرز، هنخليها بطوط. اين انت يا بطوط؟ طب هو بطوط ما هو ظاهر اهو قدامي، ازاي دي بيقول له اين انت؟ هنيجي عند بطوط الناحية التانية ده، ممكن اغير اسمه هنا واخليه بطوط، تمام. هاجي هنا عند بطوط واجي من الاوامر بتاعت اللوكس او الهيئة، هلاقي تحت كده امر اسمه هايد، اختفاء. بص كده لما اجي ابدا المشروع، رغم ان انا عندي اتنين تحت، بس هنا بقول له اين انت يا بطوط. طيب وبعدين هنيجي نقول له هنا كده مثلا، بعد هو يقعد مده ثانيتين وبعدين تتكلم نفسها تاني وتقول ايه، كنت احتاج اليك، تمام. يبقى هو، طب هو كده اتكلم قد ايه؟ ادي ثانيتين اهمت عشان يقول له اين انت، وثانيتين عشان اقول له كنت احتاج اليه. طبعا ممكن اقول السلام عليكم وهكذا. طيب بصوا كده الناحيه دي بطوط، بطوط احنا قلنا له اول ما تشتغل، اول ما نشغل البرنامج اختفي، اختفي قدين. هنا ده اتكلم قدين، ثانيتين في الاولى وثانيتين، يبقى كام ثانيه؟ 4 ثواني. طيب يبقى ده هنقول له من الكنترول اختفي لمده 4 ثواني، وبعدين اظهر. هنيجي من اللوكس برضو من الهيئه وهنقول له شو، ابدا اظهر بقى. طب هيظهر يقول له ايه؟ هيجي هنا يقول له مثلا اهلا يا اهلا قطتي العزيزه مثلا، كيف حالك؟ تاخد كام الحكايه ديت؟ هياخد 4 ثواني او 3 ثواني. طيب تعالى نشغل كده، اين انت يا بطوط؟ كنت احتاج اليك. بص اهلا قطتي العزيزه. طبعا هنا انا ممكن كمان اخلي قطتي العزيزه دي تقف في اي مكان واعملها احداثيات مباشره، تمام كده. طيب بعد كده ايه اللي يحصل؟ هيجي هنا مثلا ده، هنا القطه تتكلم، البطوط تتكلم في كام؟ 3 ثواني. طيب يبقى هاجي هنا عندي ده واقول له اهي من الكنترول ويت، انتظر كام؟ ده هتكلم كام؟ القطه البطوط تتكلم قد ايه؟ 3 ثواني. يبقى اجي هنا اقول له استنى 3 ثواني، وبعدين هيقول له هنا مثلا احتاج الى مساعدتك، تمام. هيجي هنا عند بطوط يقول له انتظر، طيب احتاج الى مساعدتك دي خدت قد ايه؟ ثانيتين. هيقول له هنا من الكنترول انتظر ثانية، ايه ده بس ده هتكلم ثانيتين، استنى بس هقول واقول له موف، موف ايه؟ 10 خطوات. ممكن اقول له اتحرك 10 خطوات لقدام يعني، وممكن انا اقول له بلاش اتحرك، اقول له هنا انتظر ثانيتين ونخليها محادثة بس، واقول له هنا ماذا جرى؟ اعمل علامة استفهام، ايه اللي حصل؟ هيروح جاي هنا، ممكن اخلي القطه هنا هي اللي تعمل ايه؟ دخول عليه اهيت. طيب عشان عمليه الحركه ديت ومش يحصل ان ممكن لما اقفل البرنامج يكون وش ده الناحيه دي ووش ده الناحيه دي، يبقى افضل حاجه ان انا اروح منزل القطه كده اهو على هنا كده، واروح حاطط لكل واحد في البدايه الجو تو اكس واي بتاعته اللي هو الاحداثياتي، ابدا من المكان الفلاني ده والمكان ده عشان يبقى كله زي. هيجي هنا يقول له اتحرك 10 خطوات، وبعدين هنا هيبدا بقى ايه؟ يروح داخل هنا حكي له بقى، يقول له مثلا أريدك أن تأتي معي إلى المنزل، أو بلاش كده أقول له إني جائع، وبعدين أروح جاي جاي له كمان هنا إيه؟ نيكست كاستم. طب أنهي مظهر اللي هو كان بادئ بيه؟ إحنا هنا عارفين إن هنا في عندي أكتر من مظهر، كان في مظهر ده وفي مظهر ده وفي المظهر اللي احنا ضفناه ده. طيب انا هفترض ان هو كان المظهر ده الاولاني. فبص بقى الحته المهمه دي، احنا عملنا هنا احداثيات صح؟
هتيجي بعد الاحداثيات تاخد الامر اللي اسمه سويتش كاستم. سويتش كاستم دي يعني ايه؟ يعني اختار المظهر، انا عاوز ابدا العالم دي يعني البدايه، عاوز ابدا بالمظهر اللي هو رقم واحد. طيب وهنا اني جائع هيروح مغير المظهر، اقول له سويتش كاستم خليني مثلا في رقم ثلاثه اللي انا كنت عامله انا. تمام؟ طيب هاجي عند بطوط ده واروح برضو مختار كاستم. طب انهي كاستم يا ترى؟ عادي اللي ممكن نسيب اللي احنا مختارينه، او ممكن ان احنا ندخل هنا على المظاهر بتاعتي هنا اهيت، وابدا اشوف المظاهر اللي احنا عاوزين. ممكن هنا كده واهوت اشوف اي مظهر من المظاهر اللي قدامك دي. ممكن اقول له مثلا خليك بادئ ابدا، فهنختار اللي هو الايه، المظهر اللي اسمه ايه. اقول له ابدا من المظهر ايه، وهنا بيقول لي اهلا قطتي العزيزه كيف حالك. ممكن ان ناخد هنا كمان المظهر بي اهو، يعني ممكن ان احنا، طب هو دي مش يفرق معانا في الوقت؟ لا هو ده ما كانش بيتكلم فكده مش هتفرق معانا. هنا هنيجي ناخد ده ونحط له المظهر هنا دي. هو لازم كل مره بمظهر؟ لا مش كل مره بمظهر ولا حاجه، زي ما انت عاوز يعني. هنا هنا سي اهو اني جائع، ممكن احط ده ان هو بيستفسر عليه، وممكن نكمل بقى قصه عادي مفيش مشكله. طب تعالى نجرب كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. اين كنت احتاج اليك؟ هنا راح ظاهر اهو، اهلا قطتي العزيزه كيف حالك؟ احتاج الى مساعدتك، ماذا جرى؟ اني جائع. طبعا هنا اني جائع احنا هنا ما حطيناش الويت بتاعه اللي هو كان الكنترول اللي هو ايه الثانيتين، عشان كده ظهر الكلام في الاخر خالص الاثنين مع بعض اهو. اقول له هنا اني جاي رقم، تمام كده. طيب ممكن ان احنا نستعيد بدل ما نعمل اللي هو السينك ديت او الساي اللي احنا اشتغلنا عليهم اللي هو الكلام، ممكن ان احنا نعملها قصه. قصه متكلمه. اكن على فكره معنى كده ان انت بتعمل فيديو كرتون، وممكن نغير خلفيات كل شويه ونعمل حاجات كتيره. تابعوني في الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.